جدا هناك. بتقول ايه؟ بيقول لها انت ايه رايك في المشاكل العالميه؟ ففوجئت انها خدته، حتى الراجل فوجئ، خدته في سكه تانية خالص. قالت له مشكله العالم الكبيره الكبر. فالراجل هو بيكلمها في السياسه قالت له ايوه، اكبر مصيبه بتواجه البشريه الكبر، بتواجه الاشخاص وبتواجه العائلات وبتواجه الدول، كبر. كل صراع بشري، انا فاكر هي بتقوله كده، فتش عن الكبر. انا استغربت جدا، قلت الست دي بتقول ايه؟ وبعدين قامت قايله له حته من صميم ديننا، حتى كل العلماء الدين بيقولوها، قالت له اول خطا في تاريخ البشريه هو الكبر. هو الشيطان ايه؟ قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ده اقل مني، انا ما اسجدلوش. كل اول بدايه خطا كان الكبر قبل اي معصيه، يعني اول معصيه على فكره وجودنا على كوكب الارض كانت الكبر، انا خير منه. والكبر بيعمل عين، لان الحقيقه النار ما هياش احسن من الطين، النار فيها طيش والطين فيه الثبات، النار الاحراق والطين البناء. فاهمين؟ فهو الكبر بيخلي البني آدم ما يشوفش الحقيقة، تكبر نفسه حتى تغطي على الحقيقة. عارف البالونة لما تكبر؟ إن فرعون علا في الأرض، كبره خلاه يشوف نفسه فوق الأرض، وهو الحقيقة مش كده. إيه الفكرة كلها اللي أنا عايز أقولها؟ الفكرة أنت متواضع ولا فيك، مش هقول متكبر ما ينفعش، ولا فيك حتة كبر ما تنفعش. تدي نفسك كم من عشرة في التواضع؟ عبد يعني متواضع، عبودية لله يعني متواضع.